السلام عليكم. طبعا الإخوة اللي يتساءلوا حول استخدام الشرائح الكيميائية، سأعطيكم طريقة تجريبية على الخلايا. طبعا هذا نصف القطعة، هذه نقسم النصف إلى نصفين، يعني اعتبار 4 قطع. أولا الآن سنضع هذه، نجعلها يضربها الريح قليلا، لأن البعض يقول تركها في الريح. الثانية هذه سنقوم بثنيها بهذا الشكل، ثنيها بهذا الشكل ثم إدخالها في الخلية كما تشاهدون، هكذا في المدخل تلامس النحل، ثم ننتظر ونتابع. السلام عليكم. طبعا عدنا، القطعة اللي تركناها حتى تتعرض للريح أو نهويها نقوم بثنيها كذلك، ثم إدخالها إلى الخلية المجاورة للأولى. هذه الأولى التي أدخلناها مباشرة، وهذه جارتها التي لحقت بها، ثم نتابع وننتظر. تابعونا. متابعة لموضوع المكافحة بالأشرطة، بالأمس كما تذكرون قمنا بتقديم ربع الشريحة، اليوم سأقدم نصف الشريحة. طبعا لا يوجد وفيات في النحل، طبعا قمت بثنيها هكذا، لا يوجد كما قلنا موت في النحل من القطعة الأولى التي وضعتها، ولا يوجد تساقط للفروة غير نسبة بسيطة جدا جدا تكاد لا تذكر. ها هي كما إذا استطعتم رؤيتها، وهذه الأخرى. اليوم نقوم بالتجربة ونوافيكم بعدها بالنتيجة. طبعا كما تشاهدون النتيجة اليوم الثاني، لا يوجد موت ولا يوجد فقدان للحضنة ولا يوجد غير لا تتعدى 5 فاروة التي شاهدتها بالصباح الباكر. سنقوم الآن بتجربة بمادة أخرى وهي الفورميك أسيد. شاهدوا معي، نقوم بفتح الخلية. هذا مدويناتي أنا بالخلية، هذه مسألة حبوب اللقاح التي صنعتها بنفسي. هذه هي الخلية، طبعا عدد الإطارات 8. الآن بعد الفرز يوجد حضنة، يوجد ما يقارب 3 إطارات حضنة وإطار بيض. طبعا واضع كل الإطارات لأني بصدد الانتقال إلى المرعى الجديد ولم أقم بالتحييز عليها. على العموم عدد الإطارات 1 2 3 4، نقول 5 إطارات نحل. سنضع الآن الفوطة بهذا الشكل. طبعا في هذه المرحلة قمت بوضع ما يقارب 10 سي سي من الفورميك أسيد، تعديل تركيز 60. نعتذر عن الانقطاع. طبعا متابعة الموضوع المكافحة بالفورميك أسيد، تمت المكافحة وأعطيت 8 إطارات 10 سي سي. طبعا الإطارات اللي فيها نحل هي 5، فكانت النتيجة لا توجد فاروة في الخلية
إلا القليل الذي كان قد نزل بالأمس، وكذلك حصل قليل من الموت في النحل كما تشاهدون، هذا فقط. فالتجربة على خلية هو الأفضل، خلية خليتين حتى لا يفقد النحال النحل. أنا جربت، الجرعة كانت عالية قليلا في بداية الأمر. دائما أنا أعطي 1.5 بصراحة، النحل اليمني أو السلالة اليمنية أعطيها 1.5 سي سي لكل إطار نحل. اليوم فعلت 2 سي سي لكل إطار نحل، فحصل الموت بس قليل. تعتبر هذه النحلات نحلات مريضة أو صغيرة في السن فتأثرت. فهذا هو التقرير الصحيح. تحياتي لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتم من الموضوع ومكافحة الفاروة بالمواد الكيميائية والمواد العضوية.